أخبار اليوم. أعزائي الطلبة والطالبات، وصلنا إلى المحطة الأخيرة وهي سؤال النحو. سؤال النحو قطعة مطلوب فهمها فهما جيدا، ثم نجيب على الأسئلة بعدها. القطعة تقول: يجب أن نعمل كثيرا بجد وإخلاص كي نبني المستقبل، مستقبل الشعب ومستقبل الوطن، ولا بد أن يقوم ذلك على تجارب علمية وأسس سليمة تحقق الهدف المرجو، وهو التقدم لأبناء الوطن حتى يعيشوا جميعا في سعادة وسلام وصفاء. فنعم هدفا العمل لتقدم الوطن، وما أعظم العلماء العاملين على رفعته وسعادته، لأنهم يمثلون الأمل في غده المشرق. لاحظوا معي أعزائي الطلبة والطالبات، هذه البداية، اقرأ العبارة التالية بعناية وافهمها فهما جيدا ثم أجب عن الأسئلة التي بعدها. الفهم الجيد يمثل الطريق إلى الإجابة السليمة. السؤال الأول: أعرف ما تحته خط. أذكر أبنائي وبناتي بعدم الوقوف أمام الكلمة المراد إعرابها، وإنما يجب أن نبدأ بالجملة من بدايتها حتى نصل إلى الجملة إلى الكلمة المراد إعرابها، وأن نتفهم المعاني جيدا لأن الإعراب فرع المعنى. يجب أن نعمل كثيرا بجد وإخلاص. إعراب كثيرا، نعم، أسمع من يقول نائب عن المفعول المطلق، إجابة صحيحة. كثيرا نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. فإذا سئلت عن السبب نقول صفته، أي صفة المفعول المطلق المحذوف. كي نبني، نعم، كي هنا من أدوات النصب، أن، لن، كي، حتى، لم التعليل، فإسبابية، لم الجحود. هذا يمثل، أو هذه الأدوات تمثل المشهور من أدوات النصب. فنبني هنا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. نجد أيضا كلمة التقدم، وهو التقدم. قد يتسرع البعض ويقول بدل، لا، الاسم المعلى بأل الواقع بعد اسم الإشارة هو الذي يعرب بدلا، أما هنا هو بعد الضمير هو، ولذلك كلمة التقدم خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. نجد أيضا كلمة هدفا في قولنا نعم هدفا العمل لتقدم الوطن. نعم، كلمة هدفا هنا تمييز منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. استخدم من الفقرة ما يلي: اسم مفعول ثم اكتب فعله الماضي مضبوطا بالشكل. لاحظوا معي أعزائي الطلبة والطالبات، لابد أن نقرأ الفقرة من بدايتها. يجب أن نعمل كثيرا بجد وإخلاص كي نبني المستقبل، مستقبل الشعب ومستقبل الوطن. بعض أبناء الطلبة والطالبات يتسرع عندما يجد كلمة مبدوءة بحرف الميم فيقول هذا اسم مفعول، هذا اسم فاعل. هذا خطأ، استمروا في القراءة. لابد أن يقوم على تجارب علمية وأسس سليمة تحقق الهدف المرجو. نعم، اسم مفعول هنا كلمة المرجو. الجزئية الثانية من السؤال: اكتب فعله الماضي مضبوطا بالشكل. إذا كتب أحدكم رجا فالإجابة خاطئة، لابد أن يكتب الفعل في صيغة المبني للمجهول، فنقول روجيا بضم الأول وكسر ما قبل الآخر. استخدم الفقرة جملة تقانعة ثم بين محلها الإعرابي. جملة النعت كما أشرنا
في النموذج الأول الجمل وأشباه الجمل، بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. إذن لابد أن تأتي الجملة تصف اسما نكرة، وأن تحتوي هذه الجملة على ضمير يعود على هذا الاسم. هيا بنا نقرأ الفقرة لنصل إلى جملة النعت. يجب أن نعمل كثيرا بجد وإخلاص كي نبني المستقبل، مستقبل الشعب ومستقبل الوطن. إلى هنا لا توجد جملة نعت. نكمل القراءة، ولا بد أن يقوم ذلك على تجارب علمية وأسس سليمة تحقق الهدف المرجو. هنا وصلنا إلى جملة النعت، على تجارب علمية نعت، وهو حرف عطف، أسس معطوف على تجارب سليمة، نعت تحقق الهدف المرجو. هذه جملة النعت تحقق، هي من الأسس والتجارب، تحقق الهدف المرجو، وأسس معطوف على اسم مجرور فهي مجرورة. إذن جملة تحقق الهدف المرجو جملة فعلية في محل جر نعت. ننتقل لسؤال آخر، استخرج أسلوب تعجب واعرف المتعجب منه. أسلوب المتعجب، أسلوب التعجب سهل ميسر، ما أعظم العلماء العاملين على رفعته وسعادته. سبق وأن أوضحنا إذا طلب الممتحن الأسلوب لابد أن يذكر كاملا، فهنا أسلوب التعجب ما أعظم العلماء العاملين على رفعته وسعادته. المتعجب منه نعم كلمة العلماء، وهي هنا في هذا الأسلوب مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. سأسألكم سؤال، ماذا لو قلت أعظم بالعلماء العاملين؟ فما يعرب كلمة العلماء هنا؟ نعم، في سرعة استمعت إلى أحدكم يقول فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. ننتقل إلى سؤال آخر، استخرج مصدرا لفعل خماسي ثم زنه. الفعل الخماسي هنا كلمة التقدم، أو كلمة تقدم هنا الفعل تقدم، مزيد بالتاء والتضعيف، ولذلك الوزن تفعل، التقدم التفاعل. لابد من ضبط حروف الميزان ووضع الحروف الزائدة في موضعها من الميزان. استخرج خبرا لحرف الناسخ وبين نوعه ومحله الإعرابي. الحروف الناسخة هي إن وأخواتها، أو لأن فعل الجنس. أما الأفعال الناسخة فهي كان وأخواتها، أو أفعال المقربة والرجاء والشروع التي يطلق عليها البعض كاد وأخواتها. هنا الممتحن طلب خبرا لحرف الناسخ، إذا نبحث في البداية عن إن أو إحدى أخواتها، والأمر سهل وميسر في قولنا لأنهم يمثلون الأمل في غده المشرق. هنا نجد أن الخبر يمثله الجملة الفعلية، يمثلون الأمل في غده المشرق، جملة فعلية محله الإعرابي بالطبع في محل رفع، لأنه من المعروف أن إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الممتلأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. استخرج ثلاثة ضمائر، الأول في محل رفع، والثاني في محل نصب، والثالث في محل جر. هنا أعزائي الطلبة والطالبات ينبغي أن نتعرف على الضمائر، هذا سؤال كثير ما يأتي في الامتحانات. الضمير في محل رفع هو ضمائر رفع منفصلة ومتصلة. المنفصلة مثل أنا ونحن، أنت وأنت وأنتم وأنتم وأنتن، هو هي هما هم هن، هذه ضمائر رفع المنفصلة. أما المتصلة فهي تاء الفاعل ندل على الفاعلين، ألف الاثنين أو الاثنتين، واو الجماعة، نون النسوة، ياء المخاطبة. سنبحث عن هذه الضمائر عندما نحاول استخراج ضمير في محل رفع. أما الضمائر التي تكون في محل نصب أو في محل جر فأشهرها ضمائر النصب والجر
المتصلة، وهي أربعة ضمائر: كاف الخطاب، هاء الغيبة، ياء المتكلم، نا الدالة على المفعولين أو المتكلمين. هذه الضمائر الأربعة تكون ضمائر نصب، إذا وقعت بعد الأفعال ستكون ضمير مبني في محل نصب مفعول به، إذا وقعت بعد إن أو إحدى أخواتها ستكون ضمير مبني في محل نصب اسمها. وتكون الضمائر نفس الضمائر ضمائر جر، إذا وقعت بعد الأسماء تكون ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، كذلك إذا وقعت بعد حرف من حروف الجر ستكون ضمير مبني في محل جر مجرور بحرف الجر. هيا بنا نبحث عن هذه الضمائر من خلال هذه الفقرة. نقول: يجب أن نعمل كثيرا بجد وإخلاص كي نبني المستقبل، مستقبل الشعب ومستقبل الوطن، ولابد أن يقوم ذلك على تجارب علمية وأسس سليمة تحقق الهدف المرجو. أحدكم تصرع وقال الهاء في علمية، لا، هذه تاء مربوطة وليست هاء مربوطة، ليست ضمير. وأسس سليمة تحقق الهدف المرجو وهو التقدم. هذا هو الجزء الأول من السؤال: ضمير في محل رفع، الضمير هو التقدم لأبناء الوطن حتى يعيشوا، وهو الجماعة، هذا أيضا ضمير مبني في محل رفع فاعل من ضمائر الرفع، جميعا في سعادة وسلام وصفاء، فنعم هدفا العمل لتقدم الوطن، وما أعظم العلماء العاملين على رفعته وسعادته. الهاء في رفعته وفي سعادته كل منهما ضمير مبني في محل جر. الجزئية الثالثة من السؤال: لأنهم، الهاء هنا ضمير مبني في محل نصب اسم أن، يمثلون الأمل في غده المشرق، أيضا هو جماعة في يمثلون تمثل ضمير في محل رفع، وفي غده الهاء هنا أيضا تمثل ضمير في محل جر. أعزائي الطلبة والطالبات، ننتقل الآن إلى نوعية أخرى من الأسئلة. نعمل بجد وإخلاص. اجعل الفعل في الجملة السابقة واجب التوكيد بالنون مرة، وجائز التوكيد أخرى، وغير ما يلزم. عند وجوب التوكيد بالنون يكون هذا مع الفعل المضارع. نبدأ هذا الأسلوب بالقسم مثلا: والله، ثم نضع لام القسم ونجعلها متصلة بالفعل، ثم نضع نون التوكيد في آخر الفعل ونستكمل الجملة. يكون هذا على النحو التالي: نقول والله لنعملن بجد وإخلاص. هكذا يكون الفعل واجب التوكيد بالنون. من حيث كونه جائز التوكيد، نبدأه مثلا بحرف الاستفهام هل، فنقول هل نعملن بجد وإخلاص، مع وضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة. أو نبدأ بلام الأمر: لنعملن بجد وإخلاص، لأن الفعل المضارع يجوز توكيده بالنون إذا سبقه ما يدل على الطلب. بالطبع لا يجوز هنا أن ندخل على هذه الجملة لا النهاية، المعنى يصبح فاسدا، ولن يستطيع الأمر، إذا دخلت لا ستكون لا نافية. نقول لا نعمل بجد وإخلاص، لا نافية هنا ليست نهاية. سؤال آخر: المصريون سعداء بسعيهم نحو المجد. أدخل على هذه الجملة فعلا من أفعال الشروع، وغير ما يلزم. هنا يستلزم الأمر أن نتعرض لأفعال المقاربة والمشاركة والشروع. سنجد من أفعال المقاربة كاد وكرب وأوشك، ونجد من أفعال الشروع عسى وحرى وإخلى ولقى، وإن كان حرى وإخلى ولقى قليلا ما تأتي في أسئلة أو في امتحانات. ونجد بعد ذلك أفعال الشروع مثل شرع، بدأ، أخذ، طفق، أنشأ، جعل، إلى آخر هذه الأفعال. ملحوظة أحب أن أذكر بها أبنائي وبناتي: خبر هذه الأفعال قد يقترن بأن وقد لا يقترن، من حيث الوجود أو الامتناع أو الجواز. بالنسبة للفعل كاد وكلمة، يقل اقتران الخبر بأن، مثلا فذبحوها وما كادوا يفعلون في القرآن الكريم،
لم يتصل الخبر بأبي والقرآن أفصح الكلام. نأتي أو شكى وعسى، يكثر اقتران الخبر بأبي فنقول عسى الطلاب أن يتفوقوا، أو أوشك الطلاب أن ينتهوا من المذاكرة. أما بالنسبة لأفعال الشروع فهذه أفعال يمتنع اقتران جواب الخبر الناس بعيدين. أما بالنسبة لأفعال الشروع فيمتنع اقتران الخبر بأن. نقول مثلا بدأ المصريون يسعدون، لاحظوا معي، قلت بدأ أو أخذ أو شرع المصريون، اسم بدأ مرفوع، نقول واو، لم أقل سعداء بل غيرت هذه الكلمة إلى الفعل وقلت بدأ المصريون يسعدون بسعيهم نحو المجد، أو أخذ المصريون يسعدون. إذا قال على الطلاب بدأ المصريون سعداء الإجابة خطأ، إذا قال البعض أخذ المصريين أن يسعدوا الإجابة خطأ، لابد أن نبقي على الاسم مرفوعا ونتعول الخبر المفرد هنا إلى جملة فعلية غير مسبوقة بأن. سؤال آخر، يا مجتهدون حققوا آمالكم، يا مجتهدين حققوا آمالكم، ما نوع المنادى في كل جملة مما سبق وما حكمه الإعرابي؟ هنا عندما نقول يا مجتهدون حققوا آمالكم هذه نكرة مقصودة، ومن هنا فالمنادى هنا مجتهدون يبنى على ما يرفع به، هو مبني على الواو في هذا الموقف. لكن عندما أقول يا مجتهدين حققوا آمالكم هذه نكرة غير مقصودة، والمنادى هنا منصوب وعلامة النصب الياء جمع مذكر سالم. سؤال أخير، المخلصون يصيبهم الله على أعمالهم، اجعل الفعل مبنيا للمجهول وغير ما يلزم ثم حدد نائب الفعل. هنا يستلزم الأمر أن ننظر إلى الجملة بعناية، بدأت بالمبتدأ ثم يصيبهم، الهاء هنا تعود على المبتدأ مفعول به، الله لفظ الجلالة فاعل، على أعماله. عند بناء المجهول هناك بعض التغييرات تطرأ على الفعل أشهرها، في الفعل الماضي يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، هذا أشهر الأمور. في الفعل المضارع يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. فهنا مثلا أقول في يثيبهم أقول يساء، ثم نحذف الفاعل لفظ الجلالة الله، بالتالي كلمة المخلصون هنا لا معنى لوجودها، لأنه لا هنا مفعول به ضمير متصل فلابد أن يتحول إلى اسم ظاهر، فنقول يثاب المخلصون على أعمالهم، وهنا يكون نائب الفاعل كلمة المخلصون مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم.